45 لوحة تشكيلية ومنحوتة فنية متنوعة تحاكي كافة المواضيع، وللمرأة النصيب الأكبر منها يبدعها الفنانون التشكيليون ضمن معرضهم السنوي في صالة الباسل للمعارض باللاذقية بحضور رسمي وشعبي. هو المعرض السنوي للفنانين التشكيليين محافظة اللاذقية، هذا العام مميز بالمشاركة النوعية، بالمشاركة الغنية والواسعة، أعمال نحتية وأعمال فنية ولوحات تشكيلية جميلة عم نشوفها بهذا المعرض، عم تغني الحركة التشكيلية بالمحافظة. هذا المعرض يعني أهميته تكمن بأنه يجمع أجيال مختلفة من الفنانين، بين الفنانين الشباب والمخضرمين، فنلاحظ أن هناك فنانون في العقد السادس أو السابع من العمر، إضافة إلى فنانين شباب خريجين جدد من كلية الفنون الجميلة. ثنائية الدمج التي يشهدها المعرض بين نتاجات الفنانين الرواد والشباب تمثل تجربة مهمة لتعميق الاستفادة والخبرات وفرصة لنشر نتاجهم المتميز للجمهور. حبيت شارك بلوحة تعبر عن المرأة والأنثى بشكل عام، هي محور كل شيء في هذا الزمان، يعني صارت بتمثل كل شيء، يعني بتمثل الجمال، بتمثل الأنوثة، بتمثل أي قضية موجودة بالمجتمع. مشاركتي اليوم بمعرض فنانين اللاذقية هي مشاركة متواضعة عن لوحة بتعبر عن جمال المرأة، لأن المرأة هي عشتار، هي فينوس، هي الخصب. المعرض السنوي مشارك فيه بعمل مزدوج نحتي رجل وامرأة، يحاكي إلى حد ما الواقع السابق والحالي والمستقبلي حول موضوع التناقض ما بين الفكر الذكوري أو البطريركي والفكر الإنسوي. يستمر المعرض لثلاثة أيام ويقدم للجمهور مساحة فنية بصرية ترضي مختلف الأذواق.